ورسائل الطاقات الفرعونية. ابن الشمس الإلهي كارت بيوضح أن هناك أوقات جميلة بتقضيها الفترة القادمة، وكأنه يكون هناك مباركة أو حالة من السعادة، حالة من إنك أنت الناس بتحبك، الناس حابة تتواصل معاك، عندك مباركة في الوضع المالي، عندك استقرار في الوضع المالي، شايف صورة جيدة بتظهر بيها أمام الآخرين، شايف إنك أنت بتكون بتلفت الانتباه أو بتكون ستار أو بتعجب الآخرين أو بتعجب الناس من حولك، وبتحظى بقلوب الناس اللي بتحبك بجد، بتحصل على حبهم. كمان شايف إنك أنت في قوة شخصيتك أو بتظهر بكامل صورتك، شايف إنك أنت بتظهر إنك أنت إنسان جاد مع المسؤوليات أو مع الحاجات اللي أنت المفروض تحققها الفترة اللي جاية. كمان في حالة من الأمان بتشعر بيها، وحالة من الأمان بيشعر بيها من هم حولك، من قدرتك على الدفاع عن نفسك أو حماية نفسك أو حماية نفسك من التأثيرات السلبية أو من الظروف الصعبة. عندك اجتهاد، عندك إبداع من أجل تحقيق النجاحات على الصعيد المالي لأقصى الدرجات. وشايف كمان انك انت بيكون عندك الفترة اللي جاية اصدقاء بيتشاركوا معاك في نفس الشخصية اللي بتتحلى بيها، اصدقاء بيشبهوك في نفس القوة اللي بتكون عليها او نفس الطريق او نفس الشغف. ما تنساش تشترك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك التوقعات بتاعتك اليومية والاسبوعية والشهرية. شكرا ليك، السلام عليكم.